السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم نحضر معكم كويرات البطاطا محشوة باللحم المفروم. سيدي كروكات نعملوهم. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. طبعا لا تنسوا أن تدخلوا للقناة، تضغطوا على أبوني، بعد ذلك تضغطوا على الجرس حتى لما ينزل أي فيديو جديد يصلكم إيميل أو نوتيفيكاسيون. لتحضير كويرات البطاطا محشوة باللحم المفروم نحتاج إلى كمية من البطاطا قطعتها أنا عندي هكذا، أنا أخذت 1 كيلو على حسب أفراد العائلة. نحتاج إلى كمية من اللحم المفروم، هنا 250 غرام من اللحم المفروم، بصلة فرمتها هكذا فرم رقيق. أحتاج إلى الملح والفول الأسود، ثوم غبرة، معدنوس، ملعقة كبيرة من الزبدة ولا شابلور. أولا نعملوا البطاطا تبخر، نضيفوا لها الملح الفلفل الأسود ونعملوها تبخر. عملنا البطاطا تبخر، والآن بالنسبة للحم المفروم نضيفوا له البصل، نضيفوا له معدنوس حوالي ملعقة كبيرة، ملح، قليل من الفلفل الأسود، ثوم غبرة قليل فقط، ملعقة صغيرة، ملعقة مملوءة من لاشابلور، ونخلطه. بعد ما خلطنا كل المواد الآن نعملو كويرات هكذا قد العظم تاع المشماشة باش نحشوها بها البطاطا. هكذا ماشي كبار بزاف. عملت كويرات هكذا الكفته اللحم المفروم، الان في مقلاه عملت بها حوالي 2 معالق تاع الزيت ولا 3، ونقليو هاد الكويرات حتى ياخذوا اللون الذهبي. نقلبوا حتى ياخذوا اللون الذهبي. البطاطا الان نضيفوا لها الزبده وهي ساخنه ونمعصوها بهاد الاداه. نعملو هكذا ثقب في الوسط، نوضعو حبة الكفتة اللي كنا شوينا قليناهم في قليل من الزيت، ونغلقو هكذا ونشكلو حبة على شكل حبة فاكهة، حبة مشماش أو خوخ أو هكذا، حتى نكملو كاع الكمية اللي راه عندنا. كملنا تشكيل البطاطا، عملنا في الوسط على الكفتة كويرات الكفتة. الان فوتوها في هذا الخليط اللي تعودنا عليه، بيض مع الدقيق مع الماء، تعودنا على هذا الخليط. نعملوه كاع في المعقودات ولا الكروكات ونفوتوهم في لاشابلور طبعا، ونقليهم في الزيت. هذه هي البطاطا بعد ما قليناها، نلاحظوها من الداخل هي قسمت لكم حبه على اثنين، تجي فيها الكفتة على شكل حبة فاكهة والعظم فيها. نتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش تخليو التعليقات تاعكم. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.